السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من مركز تدريب كلام الحراسه بدمنهور. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، تحياتي ليكم مع كابتن ابو نور. طبعا يا جماعه يعني احنا اسفين جدا للناس اللي احنا مش عارفين نرد عليهم على الواتس، وساعات بيبقى التليفون بتاعنا مقفول وساعات بيبقى مشغول والحاجات دي كلها، بس دي والله ظروف عندنا وبيبقى ضغط شغل علينا، فمعلش يا ريت تستحملنا. بس النهارده هنعمل باذن الله وبمشيئه ربنا حلقه مطلوبه للناس كلها، وحلقه تعتبر الحلقه الفريده من نوعها يعني، وحلقه هتنفع الناس كلها، وانتم هتنبسطوا من الحلقات اللي جايه بعد كده باذن الله. هنحاول ان احنا نحل مشاكل بعض من عن طريق التعليقات اللي بتنكتب على اليوتيوب. كل التعليقات دي يا جماعه احنا بنقراها فعلا، مفيش تعليق بيتساب خالص، بنقراها. كل واحد بيقول لنا الله ينور بنقول له الله ينور عليك، تسلم ربنا يخليك. كل واحد بيقول لنا استمر بنقول له شكرا لدعمك لينا. كل واحد بيقول لنا انا بنحبكم بنقول له انت احنا بنحبك اكتر من حبك لينا، لان انت شرف لينا بوجودك على القناه بتاعتنا. كل واحد بيقول لنا يعني بيذم فينا حتى او بينتقدنا بنقول له شكرا لانتقادك بكل ادب وبكل احترام. تحياتي لكل الناس كلها. النهارده هناخد كل الاسئله يا جماعه اللي اتقابلنا على اليوتيوب، ونحاول ان احنا كل يوم نرد عليها في حلقات، وهنبدا نشتغل على النظام ده باذن الله من اليومين اللي جايين دولت، وهنبدا اللي تعتبر اول حلقه من النهارده، فيا رب الحلقه دي تعجبكم. طبعا يا جماعه احنا جمعنا شويه اسئله، تمام؟ منهم في سؤال لاخت اسمها رانيا، دي مشتركه معانا على القناه، تحياتي ليكي جدا وشكرا لاشتراكك معانا وشكرا لمتابعتك. رانيا يعني شكلها مش قاعده في مصر، بتقول شكرا لوقتك والمعلومات اللي بتقدمها. كيف ما نقدر نغير الهايبرة عندي؟ هالمشكلة مع كلبي، يعني معنى كده ان كلبها عنده مشكلة فيه هايبرة. في ناس كتير يا جماعة مش عارفة يعني ايه هايبرة. الهايبرة دي يا جماعة اللي هو الكلب بتاعك تبص تلاقيه بيتنطط وبيشد القماش وبيشد الستاير وبيشد السجاد وبيتنطط وبيلعب كتير وبيعمل حاجات غريبة كده انت مش عايزها، لان الحاجات دي بتعمل لك مشاكل في البيت، وممكن كمان تبقى ماشي بيه في الشارع تلاقيه يشب عليك ويتنطط عليك يبوظ لك هدومك والحاجات دي كلها. طبعا يا جماعه الحاجات دي هي لا حل، مش ملهاش حل، هي لا حل، هي كل الحل اللي فيها ان انت تتعامل مع كلبك بطريقه ان انت تقوي شخصيتك عليه، بس يعني اشخط فيه دايما، عاقبه لما يعمل كده وقفله على اي غلطه، زي مثلا لما تبقى مصاحب حد ومتسلق له على اي غلطه، كل ما يعمل غلطه تعاقبه عليها، كل ما يعمل غلطه تعاقبه عليها. تبدا من الاتجاه ده باذن الله الكلب هيتظبط يا اخت رانيا وهيبقى تمام التمام. في سؤال تاني يا جماعه، طبعا لو سمحت ممكن تقول اسعار الكلاب. ده الاخت سرية عفيفي، طبعا يا اخت سرية هي باذن الله وبمشيئه ربنا احنا بعد العيد باسبوعين هنبدا نطلع جراوي، وجراوي باذن الله وبمشيئه ربنا هتعتبر مستويات جميله جدا واسعار رخيصه جدا، وهتبقى في متناول كل الناس اللي عايزه تربي كلاب هتربي، وهتربي كلاب يعني هتدفع فلوس هتبقى عارفه بتدفعها ازاي وبتدفعها فين. طبعا دي حاجات مهمه، لكن بالنسبه لو غير كده بقى، عند غير بره مثلا السؤال ده حضرتك بتساليه عن اي كلاب في البلد يعني، طبعا كل كلب يا فندم اللي بيحكم عليه سعره اللي بيحكم عليه مواصفاته، تمام؟ كل حاجه لها مواصفات، كل حاجه لها سعر، كل يعني اللي بيقيم السعر هي المواصفات. فيا ريت حضرتك تكوني فهمتي المعلومه ديت، لان مفيش كلب بيتسعر. الكلب اللي بيسعره شكله، واللي بيسعره اهاليه، واللي بيسعره طبعا بيجي بقى المربي اللي هو بتاع الكلاب الغاوي ده اللي مطلع عنده كلاب، بيجي مثلا يطلع الكلب بيطلع حسب اللي هو شوفي، بيشوف مثلا ابوه جابه بكام وامه جايبه بكام مش عارف ايه، بيبدا بقى يقيم الكلب بتاعه او يقيم مجهوده فيهم بناء عن كده. انما الكلاب مش ماسكه، ملهاش تحديد سعر يعني، ملهاش قيمه اسعار. كل واحد بقى بيحط من دماغه، كلب ب 10,000 جنيه، كلب ب 5,000 جنيه، كلب ب 1000 جنيه، كلب ب 500 جنيه، بس طبعا اللي بيفرق بين كل كلب وكلب المستويات والشكل العام بتاعه، تمام؟ في برضه زيزو ايهاب، ده مشترك معانا على القناه، شكرا لاشتراكك يا زيزو، تحيه ليك، كل سنه وحضرتك طيب. كابتن هو عادي احط الكلب في الضلمه؟ بص هي مفيش مشكله، انت ممكن تتعامل مع الكلبه كانك بتتعامل مع بني ادم يعني. هو انت ممكن طول النهار الاوضه اللي هي فيه مثلا في نور بتاع ربنا واصل له، اي في نور منور عليه بياكل وبيشرب وبيتعامل عادي، وبالليل بتسيبه مثلا الاوضه اللي هو قاعد فيها لو على سطح ولا حاجه ضلمت مفيش اي مشكله، اتعامل معاه سيبه كده عادي لحد الصبح، هتعوده على ان في وقت. بس احنا بنحاول نحط نور للكلب بالليل لسبب، بس ان احنا ما نعودش الكلب بالليل على الضلمه علشان ما يبقاش في نوم يعني. احنا بنطفي الانوار عندنا بالليل علشان احنا بننام، لكن احنا المفروض الكلب بيبقى صاحي، بنحط له لمبه مثلا، ممكن يوم ياكل ممكن يوم يشرب، ما يدهوش في حاجه، لو شاف اي خيال مثلا في المكان ده هيقوم يشتغل عليه. فهي يفضل ان يكون في لمبه، مش شرط تكون لمبه كبيره، لان في ناس طبعا بيبقى ابهاتها بيعملوا لها مشاكل، ده النور ومش النور والكهرباء ومش لا، لمبه صغيره خالص وعلقها له في الاوضه، يا دوبك تنور بس النور ضعيف كده وتعلقها له في الاوضه يستحسن. حتى انت لو طلعت له في اي وقت يا زيزو هتقدر تحط له اكل، تحط له ميه من غير ما تبقى الدنيا ضلمه عليك.
في برضو الاخ ممادو ون، شكرا لاشتراكك معانا حبيبي وربنا يبارك لك يا رب. بيسال عن حقنة الحيتان الصومالي اسمها ايه؟ تمام. بيسأل عن حقنة التطعيم الصومالي اسمها ايه في الصيدلية او مكتوب على الانبول ايه. هي انت لو رحت اي صيدلية بيطري هتلاقي هتقول له عايز حقنة صومالي بتاعت الكلاب دي معروفة، هي بتبقى بالشكل ده كده، بيبقى مكتوب عليها سنين مش عارف، معلش انا اللغة عندي في الانجليزي مش عالية يعني خالص، بس هي بتبقى بالشكل ده كده. ممكن اقربها لك من الكاميرا، بتبقى بالشكل ده كده لو انت لو وضحت يعني. وبعدين يعني انت لو بحثت على جوجل مثلا وكتبت تطعيم الصوماني على فكرة هتلاقي شكل الحقنة قبل ما تروح تشتريها، لان ما معلش مكتوب عليها كلام انجليزي ياما بس انا مش عارف اعيلك. كورونا فيروس اسمها، مكتوب عليها كورونا فيروس، هي ديت تعتبر اللي هو الفايزر الاصلي، التطعيم الاصلي بالشكل ده. لو بحثت على جوجل هتلاقيها محطوطه الصوره طبعا، خلاها معاك وانت بتشتري عشان تعرف. بس طبعا كل العيادات وكل العيادات البيطريه والمحلات البيطريه كله عارف شكل التطعيم الصومالي. في برضه بيسأل برضه هو الشخص، هل الكلب اللي ممكن اربيه في بيتي واسيبه مع اولادي ممكن يغدر بهم ويعضهم؟ بص يا باشا انت عشان اوصل لحضرتك معلومه، ابن عمك اخوك اي حد من قرايبك ممكن يغدر باولادك عشان يبقى عندك علم، لكن انا بيتهيألي ان الكلب عمره ما يغدر باولادك طالما هو متربي في وسطهم وبيحبهم وبيتعامل معاهم. الكلب لو اتعامل مع شخص لمده 5 دقائق كويس وحبه وانت قاعد قدامه، مش معنى ان انت تمشي هو هيغدر، لا 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 لا، ما عندوش الطبع ده الحمد لله، ان هو مش واخد طبعنا احنا الحمد لله. في برضك محمود نور، محمد نور مشترك معانا، ربنا يبارك له يا رب. تحياتي ليك يا محمد، ربنا يخليك لنا وشكرا لدعمك لينا. اخ ابو نور دخيل ربك، كلبه جيرمان صار لها حامل 70 يوم، ما ولدت ما لها بطن كبير بس صدرها نازل وفيها حليب، شو القصة؟ 70 يوم يا محمد دي كده يبقى فاضية على فكرة، لو انت حاسب لها صح يعني. موضوع اللي في صدرها لبن، لو انت ضغطت على صدرها وبدأ ينزل هينزل لك مية بيضة مش لبن، هي مية بيضة، ده حمل كاذب يا محمد، هتبدأ البطن دي تلم تاني وصدرها ده هيبدأ يلم تاني لوحده. بس ما تنساش تديها حقن مضاد حيوي عشان المية دي تجف، لان ما فيش كلبة بتقعد حامل 70 يوم يا محمد. دي كده يا اما حاجه انت حاسب، يا اما انت حاسب لها غلط تمام، تصبر عليها شويه بس ما تديلهاش برده مضاد حيوي اليومين دول، يا اما ال 70 يوم يبقى كده حمل كاذب كده ما فيهاش كلام يعني. في بنت كيوت، لو سمحت يا محترم فين المركز ده؟ اختي ربنا يبارك لك كل سنه وحضرتك طيبه. المركز بتاعنا ده موجود في محافظه البحيره دمنهور، يعتبر المركز الوحيد، لو نزلت سالت في دمنهور هو معروف في كل مكان، يعتبر المركز الوحيد على مستوى محافظه البحيره ما فيش غيره خالص، اول مركز ويعني ما فيش تاني. مكاننا في محافظه البحيره في دمنهور بجوار المستشفى العام، حته اسمها قريه سلام تمام. بكده يا جماعه كفايه على كده علشان تبقى الحلقه بتاعتنا مش طويله، برضو كل حلقه هنرد على شويه اسئله تانيين. تحياتي ليكم، كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وما تنسوش تدعمونا بكلامكم الجميل. تحياتي ليكم، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.